توصف بأنها أخطر وأكبر غواصة عسكرية نووية في العالم، بطول يصل إلى 184 متراً ووزن يزيد عن 30 طنا، وتحمل أسماء مثل إله البحار وأم الغواصات، عملاق البحار الذي لا يقهر، ووحش المحيطات الذي يثير قلق دول الناتو. غواصة بيلغورود التي استعجلت روسيا إدخالها للخدمة العسكرية ضمن حسابات مرتبطة بالحرب الأوكرانية، أثار اختفاؤها مؤخراً عن الرادارات والأقمار الصناعية وخروجها من القاعدة البحرية الخاصة بها ذعراً وتكهنات كثيرة حول مسارها غير المعروف وما الذي تنوي روسيا فعله بها. والسبب هو أن غواصة يوم القيامة سلاح دمار شامل لا مثيل له، يمكنها البقاء تحت الماء 3 أشهر متواصلة، وهي قادرة على توليد موجات تسونامي إشعاعية يفوق ارتفاعها 0.5 كيلومتر، تمكنها من تدمير سواحل كبيرة وجعلها غير صالحة للحياة، وتحمل رؤوسا نووية قادرة على مسح مدن بأكملها في غضون دقائق. وليس هذا إلا بعض القدرات المعلنة عن الغواصة الروسية الأقوى في العالم. السلاح الأبرز الذي تحمله الغواصة هو 6 توربيدات نووية من نوع بوسيدون، وهي من أضخم الصواريخ النووية، ويزيد حجم التوربيد الواحد عن حجم حافلة مدرسية، وتحمل الغواصة مسيرات صغيرة لتنفيذ مهمات سرية مثل قطع أسلاك الاتصالات تحت سطح البحر. تحمل غواصة يوم القيامة في مقدمتها رأساً حربياً نووياً بقوة 2 ميجاطن، ما يعني أن قوته التفجيرية تتجاوز قنبلة هيروشيما بأكثر من 130 ضعفاً، وهذا الرأس الحربي المدمر لم يتم اختباره على الإطلاق من قبل بسبب الحظر الدولي على تجارب الأسلحة النووية، ما يجعل منه كابوساً للبشرية بأسرها، لأنه من غير الممكن أن يتكهن أحد بحجم الدمار الذي يمكن أن يحصل. لا تتوقف قدرات وحش البحار عند الجانب العسكري فقط، بل تستطيع تنفيذ عمليات إنقاذ في أخطر الأماكن وأصعبها داخل المحيطات، وتستطيع بلوغ أماكن نائية جداً مثل مياه القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي، وبفضل أجهزة الاستشعار والمراقبة المتطورة التي تحملها فهي تستطيع إجراء أبحاث علمية متقدمة وفي أماكن لم تصلها غواصات أخرى من قبل. ورغم المعلومات المتاحة حول الغواصة، إلا أن الروس يتعاملون بسرية شديدة حول تفاصيل تشغيلها والمواصفات الفنية والتقنية الأساسية لها، ويشرف الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً على عملها ومسارها وطاقمها والمهام الموكلة إليها. وستحصل القوات البحرية الروسية على 7 قطع منها خلال الأعوام المقبلة، وسيبقى السؤال مطروحاً: هل سيشهد العالم استعمال روسيا لأكبر سلاح دمار شامل قد يهدد جزءاً كبيراً من البشرية في مدة زمنية قصيرة؟